رسالة شديدة اللهجة من الخارجية الأمريكية إلى أبي أحمد بشأن يوم 21 من يونيو القادم. سيكون بوسع العديد من الإثيوبيين في 21 من يونيو فرصة الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وهي ممارسة مهمة لحقوقهم المدنية والسياسية، ولا ينبغي أن ينظر إلى هذه الانتخابات على أنها حدث فردي، بل على أنها جزء من عملية سياسية ديمقراطية تنطوي على الحوار والتعاون والمصالحة. بهذه الكلمات المعبرة عن مدى قلق الإدارة الأمريكية من المشهد السياسي الحالي في إثيوبيا، وذلك فيما يتعلق بمواصلة حكومة أبي أحمد ممارساتها التعسفية ضد الهيئات والمؤسسات والقبائل والأفراد المناهضين لسياستها، استهل نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية حديثه في بيان نشر على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية بمناسبة اقتراب موعد الانتخابات الإثيوبية المزمع إقامتها في 21 من يونيو. ووجه برايس النصيحة للحكومة الإثيوبية وجميع الإثيوبيين على الالتزام بإجراء حوار سياسي شامل وبناء بعد الانتخابات لتحديد المسار الجديد للمضي قدما في تعزيز الديمقراطية والوحدة الوطنية بالبلاد. وقال برايس: إننا ندرك الجهود التي تبذلها هيئة الانتخابات الوطنية في إثيوبيا وموظفوها للتحضير لهذه الانتخابات في وقت يعاني فيه العديد من الإثيوبيين ويموتون من العنف وانعدام الأمن الغذائي الحاد الناجم عن الصراع، ونحث السياسيين وقادة المجتمع على نبذ العنف والامتناع عن تحريض الآخرين، كما يجب على جميع الفاعلين السياسيين وقادة المجتمع السعي إلى حل شكاوى المظالم بالتفاوض والحوار، وكذلك آليات تسوية المنازعات غير العنيفة المعترف بها. وتابع برايس بأن الولايات المتحدة ستواصل حث قادة إثيوبيا على دعم الإعلام الحر والمجتمع المدني الحيوي، كما نحث الحكومة على احترام حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي، وكذلك تكوين الجمعيات ورفض استخدام أسلوب قطع شبكة الإنترنت أو فرض قيود على الشبكة. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة قلقة للغاية بشأن البيئة التي ستجرى في ظلها هذه الانتخابات المقبلة، كما أن اعتقال السياسيين المعارضين ومضايقة وسائل الإعلام المستقلة وكذلك مضايقة الأنشطة الحزبية للحكومات المحلية والإقليمية فضلا عن العديد من النزاعات العرقية والطائفية في جميع أنحاء إثيوبيا هي عقبات أمام عملية انتخابية حرة ونزيهة، وما إذا كان الإثيوبيون ينظرون إليها على أنها ذات مصداقية، وأن استبعاد قطاعات كبيرة من الناخبين من هذه المنافسة بسبب القضايا الأمنية والنزوح الداخلي أمر مثير للقلق بشكل خاص وكبير. واختتم برايس حديثه قائلا: إن اشتداد الانقسامات الإقليمية والعرقية في أجزاء متعددة من إثيوبيا يهدد وحدة البلاد وسلامة أراضيها، وستكون الفترة التي تلي هذه الانتخابات لحظة حاسمة بالنسبة للإثيوبيين للتوحد ومواجهة هذه الانقسامات، كما أن الولايات المتحدة على استعداد لمساعدة إثيوبيا في مواجهة هذه التحديات وإيجاد طريق لمستقبل أكثر إشراقا، ونحن نقف مع جميع الإثيوبيين الذين يعملون من أجل مستقبل سلمي وديمقراطي وآمن للبلاد.